الهدنة المعلنة في اليمن على أبواب التمديد مرة أخرى، تحظى بدعم واشنطن. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. يؤكد الطرفان على ضرورة تمديدها بحلول 2 أكتوبر المقبل. يبدي بلينكن والعليمي دعمهما لاتخاذ خطوات إضافية بموجب الهدنة، أبرزها فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى، زيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وضمان دفع رواتب عشرات آلاف الموظفين المدنيين الذين حرموا من أجورهم لسنوات. هي ذات الخطوات التي تؤكد جماعة الحوثي بالمقابل على تعزيزها. يعلن المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة أنه يدرس مستجدات الهدنة لاتخاذ القرار المناسب. يجدد الجانبان أي مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجماعة الحوثي موقفهما الثابت تجاه السلام، سلام بات أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى منذ إعلان الهدنة بوساطة الأمم المتحدة أوائل شهر أبريل الفائت، مددت مرتان منذ ذلك التاريخ. شابتها خروقات من الطرفين، إلا أن صمودها يعزز الآمال بتحولها إلى سلام دائم يضع اليمنيين على سكة إنهاء معاناة تتفاقم منذ أكثر من 7 سنوات.